مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رسائل سينما. عندما نتحدث عن السينما فنحن نتحدث عن تيار من الأفكار وعن آلاف الرسائل الموجهة التي استطاعت التغلغل في أذهان الشباب بأبسط الطرق وأكثرها فنا، وهذه ضريبة الفن السابع. الفيلم الذي سنناقشه اليوم فيلم فلسطيني الهوى إيطالي المنشأ، لم تستطع سلطة الإخراج إبعاده عن بيئته أو عن قضيته، لكن كيف تعامل ممثلو الفيلم الفلسطينيون مع هذه القضية؟ سنحاول في هذه الحلقة الإجابة عن هذا السؤال، ولنبدأ أولا بالتعرف إلى هوية فيلمنا لهذا اليوم. برايفت فيلم للمخرج الإيطالي سافيريو كوستانزو، وهو ابن الصحفي ومقدم البرامج المعروف ماوريتسيو كوستانزو. اشترك سافيريو كوستانزو في كتابة السيناريو مع أخته كاميلا وأليسيو كريمونيني. أدى الممثل والمخرج الفلسطيني محمد بكري دور محمد رب الأسرة، فيما قامت الممثلة عارين عمري بدور الزوجة سامية. قامت هند أيوب بأداء دور الابنة الكبرى مريم، بينما قام بأداء دور الأولاد الآخرين كل من كريم عماد حسن علي، ماركو ألسايينغ، سارة حمزة وأمير حساين. أما الضابط الإسرائيلي المسؤول فقد أدى دوره ليون ميلر. أطلق الفيلم عام 2004 وشارك في مهرجان الأوسكار 78 عن فئة الأفلام الأجنبية، إلا أنه استبعد لأن لغته الأساس ليست الإيطالية، لكنه نال الجائزة الذهبية لفئة أفضل فيلم وأخرى برونزية لفئة أفضل ممثل عن أداء محمد بكري خلال مهرجان لوكارنو انترناشنال فيلم فيستيفال. برايفت قصة عائلة فلسطينية من 7 أفراد تعيش في منزل يقع على حدود المستوطنات الإسرائيلية. يقوم الجيش الإسرائيلي باحتلال المنزل بحجة الدفاع عن أمن تلك المستعمرات. ترفض العائلة مغادرة منزلها وتعيش محتجزة داخل إحدى الغرف تحت ضغط الخوف ووصاية الجنود المحتلين. فلنشاهد معا كيف عرض الفيلم هذه القصة. برايفت قصة عائلة فلسطينية تبدأ أحداثها بشجار بين الزوجين سامية ومحمد. فسامية تريد الهرب ومغادرة المنزل خوفا على سلامة أولادها من اعتداءات الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بإطلاق النار ليلا على القرية الفلسطينية المجاورة. مع كل احترامي لكم بس حياة أولادي أهم إشي في الدنيا. المسألة مسألة مبدأ وبس. بينما يرفض الزوج المثقف الاستسلام للخوف ومغادرة المنزل لأنه لا يريد أن يصبح لاجئا. أنا ما بديش أكون لاجئ. أما مريم البنت الكبرى فهي متأثرة جدا بآراء أبيها، ترفض فكرة السفر إلى ألمانيا لإكمال تعليمها وتحاول إقناع أمها بالبقاء والتحدي وعدم الاستسلام للخوف. لا ما بقدروش يجبرونا نترك بيتنا، هذا بيتنا، أبوي معاها ممنوع نسكت لهم. أنت أسكتي. أنا خايف خايف. أنا كمان خايف. تتطور أحداث الفيلم. الجيش الإسرائيلي لا يتوقف عند إطلاق النار ليلا، بل يقرر احتلال منزل العائلة محاولا طردها بذريعة الأمن والحراسة. يرفض محمد الرحيل ويتمسك بالبقاء، فيفرض عليه الضابط الإسرائيلي استخدام الطابخ السفلي نهارا والنوم في غرفة واحدة ليلا، بينما يحتل الجنود الطابق العلوي. وبعد مضي فترة على هذا الحال من الخوف وليالي الرعب والرصاص، يصر الأب على متابعة حياته كالمعتاد، إلا أن ابنه يوسف يستسلم للخوف. يما أنا بديش أنام. تصاب الفتاة الصغرى بصدمة نفسية بعد ليلة من الهلع وأصوات الرصاص. يا براحو. وفي لحظة غياب الجنود يسرق الابن جمال قنبلة وينصب فخا للجنود في الخيمة البلاستيكية، فيما تبدأ الفتاة الكبرى مريم بالتسلل إلى الطابق العلوي لمراقبة الجنود من داخل الخزانة.
يختتم الفيلم بنهاية مفتوحة لخيال المشاهد بعدما فشل الرهان على التعايش السلمي مع الاحتلال. نشاهد اقتراب الجنود من البيت البلاستيكي حيث وضعت القنبلة لتفتح بانفجارها صفحة جديدة من الرؤى والتطلعات نحو عالم مختلف تماما عن عوالم الفيلم الافتراضية. يصور هذا الفيلم قساوة حياة العائلة الفلسطينية داخل الوطن، ويجسد واقع الحال الفلسطيني بعد أوسلو وتقطيع الأرض إلى 3 مناطق. فنحن أمام حياة رتيبة كما نشاهد، لا جديد فيها، لكن كل فرد فيها يمتلك فكرا خاصا به. أمام عائلة تعيش في بيت واحد، كنا نقبل هذا الاختلاف بينهم فيما لو كان بعيدا عن المبادئ، لكن أفراد هذه العائلة مختلفون حتى حول أسباب أو أسلوب حياتهم مع المحتل، وحول مدى الجدوى التي سيجنونها فيما لو فكروا بالنزوح أو اللجوء خارج الوطن. أب مثالي حتى في النضال، أم ضعيفة أمام مستقبل أولادها، أبناء كل يفكر بطريقته الخاصة بين مقاوم ومستسلم. حقيقة مشاهدين الكرام، عمل الفنان والممثل الفلسطيني محمد بكري الذي يلعب دور الأب المحافظ، عمل على رسم الخيوط الأساسية لهذا الفيلم، فخرج لنا برؤيته السياسية ومفهومه للنضال الوطني على طريقته الخاصة. فيلم برايفت ابتدأ بالفوضى وانتهى بها أيضا، لنشاهد كيف ابتدأ الفيلم. طبعا بدي اترك البيت، مش قادره اتحمل كمان ليله زي ليله امبارح. شو انت ما كنتش معنا امبارح؟ نسيت انك كنت معنا؟ يعني عندك فكرك انه انا قادر اتحمل يا سامي؟ معناته يلا نمشي، شو عمالنا نسوي هون؟ خلينا نمشي، بعدين انت فاهم انه رح يرجعوا الليله. لا ما بقدروش يجبرونا نترك بيتنا، هذا بيتنا ابوي معها، ممنوع نسكت لهم. انت اسكتي، انا خايف. انا كمان خايف، انا ما بديش اكون لاجئ، انا ما بديش عائلتي تكون لاجئه. انك تكون لاجئ يعني تكون ولا اشي. To be or not to be, that is the question. ان تكون او لا تكون، هذا هو السؤال، واحنا كلياتنا باقيين هون. مع كل احترامي لكتبك، بس حياة اولادي اهم اشي في الدنيا. المسألة مسألة مبدأ وبس. يدعون هذا الفيلم للتساؤل، ما معنى أن يرفض الفلسطيني فكرة اللجوء ويفضل مقاومة من يحتل أرضه وينكل بشعبه بمصطلحات قلة الحيلة والاعتراف بالتفوق العسكري وحصر النضال بأسلوب المهادنة حينا والمسالمة حينا آخر؟ عندما تكون نائما بأمان داخل بيتك ثم يقتحم أشخاص مسلحون هذا البيت ويهددون الراحة والأمان داخله ويفرضون عليه العزلة، ثم يستأثرون بالطابق العلوي لدواعي أمنية تاركين لك غرفة واحدة فقط لتعيش فيها مع أفراد أسرتك 6، عندما يحصل هذا كله برأيك أي معنى للنضال والمقاومة ستتبنى حينها؟ فيلم برايفت أراد التركيز على مبدأ النضال السياسي والثقافي للاحتلال، لكنه بالنسبة لنا على الأقل أثبت عدم فعالية هذا النوع، وأكد أكثر مما نفى ضرورة منع المحتل من التمادي في قمعه وترهيبه للشعب الفلسطيني. وإلا فما معنى المقاومة؟ ما معنى أن تداس كرامة الرجال أمام أهلهم وذويهم ونبقى نراهن على نجاعة الكفاح السلمي ومقاومة المحتل بالحنكة السياسية؟ كيف يمكن لمحتل أمعن في تجبره وطغيانه أن يفهم لغة العقل والمنطق؟ هذا هو السؤال. الفيلم يطرح قضية مهمة، هي أن جيل الشباب اليوم بدأ من حيث انتهى جيل الآباء، لكن هل منحناه الثقة الكاملة ليقوم بأداء الرسالة التي يؤمن بها؟ لنشاهد. بديش أسافر على ألمانيا، شو هذا أبوي بقعد يقول لي نكون أو لا نكون، وإسا بيقول لي لازم تسافري، كيف يعني؟ أبوك معه حق، أنت لازم تسافري، بعدين هون فيش إلك مستقبل، لازم تسمعي كلامه وتسافري، خلص عاد. ما مش فارقة معي مستقبلي، أنا بدي أضلني هون معاك وأقاوم. احكي مع ابوي ساعديني نقنعه اضل. انت عارفه انه انا بقدرش اساعدك، بعدين كنك مش شايفه ابوكي كيف عم بيحكي معاي؟ والله بتهيألي انا الوحيد اللي صفيت خايفه، ومع هذا انا بحبه.
بس والله ما انا عارفه يعني هو شو بده يورجينا انه هو بيقدر يغير كل العالم. شو عم تحكي انت؟ ابوي معاه حق، ابوي بده يبقى هون وبده يقاوم. مقاومه؟ ليش انت عارفه شو يعني مقاومه ولا مين بدك تقاومي؟ اي قطعه غسيل مش عارفه تعلقيها، على القليل ابوك بيعرف. عشان هيك اذا بدك تكوني مثله لازم تسمعي كلامه، سافري. اي نوع من المقاومه اراد ان يقنعنا بها هذا الفيلم؟ عرف عن الممثل الفلسطيني محمد بكري ميله إلى الحل السلمي وانتهاج مذهب اللاعنف في التعاطي مع قضايا النضال، بمعنى أنه لا يرفض الحل العسكري بل يستبعده في مرحلة يبدو فيها فارق القوة العسكرية هائلا بين الطرفين. وبعدما أكد محمد بكري أكثر من مرة بأنه كان العين الثالثة للمخرج الإيطالي سافيريو كوستانزو، نراه هنا يدعو في الفيلم إلى طريقة جديدة من المقاومة لطرد المحتل، هي أقرب إلى طريقة غاندي وفلسفته حول نبذ العنف والمقاومة السلمية. لكن أعزائنا المشاهدين، حينما يهدد الإسرائيليون حقي في العيش ويتهربون من تنفيذ العهود والمواثيق الدولية، هل ألام في حمل البندقية؟ ليس محبة لإراقة الدماء، ولكن في ظل صمت عربي وعالمي وفي ظل مزيد من المساومات التي لا تجدي، لابد من استرجاع الحق بكافة الطرق. لم يترك الإنسان الفلسطيني طريقة مع المحتل إلا اتبعها. فهل حركت كل الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين ساكنا؟ هل أدت أوسلو والمفاوضات إلى نتيجة؟ هل جاء قصف مسيرة سلمية في رفح بالطائرات بنتيجة؟ بالتأكيد لا.